دولة قطر وسلطنة عمان عندها مساعي كبيرة جدا لاحتواء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. يعني هناك وساطة أيضا كبيرة جدا، هذه الدولتين الخليجيتين ترعى هذه الوساطة، خصوصا سلطنة عمان مصرة على إنهاء المشاكل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا شفنا الرئيس الإيراني سمى الأمريكان في خطوة يعني غير مسبوقة بالأخوة، فهذه هي يعني هنا مربط الفرس. قاآني أيضا يعني أجا لضبط سلوك الفصائل المسلحة بما يسمى المقاومة. نعم. لضبط هذا السلوك، يعني اليوم إيران لا تريد مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أنباء أيضا تشير على أن الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتهاء يعني انتهاء ولاية بايدن تذهب إلى فك الحصار، لأنه إذا أتى ترامب إلى السلطة وهذا يعني قريب جدا ما يعيد العلاقات مع إيران وما يسمح لها بإطلاق المليارات. فهناك أيضا مفاوضات الآن تدير سرية تدار في سلطنة عمان من أجل يعني سباق مع الزمن من أجل يعني فك الحصار أو فك نوع ما من الحصار على إيران. فلهذا السبب قاني أيضا أجى لضبط سلوك هذه الفصائل المسلحة من أجل يعني فتح باب الحوار لإيران، حتى لا يكون شيء مغلق لإيران في المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان.